هل تشعر أن هاتفك غبي؟ لا مشكلة، لدينا الحل. اصنع شيئا غريبا لهاتفك ومفيدا جدا. عند إضافتك هذه العدسة الصغيرة إلى كاميرا هاتفك، سوف يصبح هاتفك أكثر ذكاء وأكثر تميزا. كيف ذلك؟ يمكنك أخذ هذه العدسة من كاميرا قديمة، أو يمكنك شراؤها من المواقع من مواقع عديدة بثمن لا يتعدى $50. هذا طبيعي لأن ثمنها جد 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 رخيص وهي صغيرة. يمكنك أن تلقاها أن تجدها في العديد من يعني المصورات، الآلات التصوير القديمة. يعني يمكنك نزعها فقط في كاميرا هاتفك، وستلاحظ الفرق بين الصور القديمة والصور الجديدة، ويمكنك تقريب أشياء، يمكنك تصوير أشياء دقيقة جدا بهاتفك الذكي. إليكم بعض الصور التي التقطتها أنا شخصيا وهي عجبتني بطبيعة الحال، وأتمنى أن تعجبكم.